السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة الليلة وفيها العراق يحتضر بين طويريج والحنانة. ما تلك شقشقة هدرت ثم قرت، بل تغريد عاصفة مزلزلة، نرجو الله أن تمر مرور الكرام. اي نعم، مقتدى الصدر حبكها كالنسيج، بيها تعجب واستنكار، تخويف ونصح وتحذير، وبيها أيضا نصائح مذلة لزعيم سياسي يعد ركيزة أساسية بالعملية السياسية. رد فعل طبيعي ومتوقع، ويبدو أنه مقتدى الصدر اللي ما أقام وزن للمالك وكلامه قبل يومين اتأكد اليوم من صحة التسجيل، ورشق المالك برشقة بي كي سي رداً على رشقة الكلاشينكوف اللي سمعناها بالتسريب الصوتي. وهدف الصدر من هذا الرد مو بس منع المالك من الفوز برئاسة الوزراء، لأن هذا الشيء أصبح شبه مفروغ منه، بل تعدى إلى محاولة عزله تماماً عن عشيرته وتحالفه السياسي والعملية السياسية والمجتمع ككل. كل هذا وإحنا نعرف أن المالكي مو سياسي عابر ممكن يختفي بسهولة، يروح لصلالة لو لدمشق، وكان الله يحب المنسحبين. لا عمي لا، هذا رجل عنده أتباع وجمهور ومصالح ورمز من رموز العملية السياسية، وبهالوضع هذا علينا الآن كعراقيين قوى سياسية ومكونات ومجتمع علينا أن نحبس أنفاسنا لحد ما نشوف تالي هذا النزاع المزمن اللي قد يتحول بأي لحظة من نزاع في مواقع التواصل الاجتماعي إلى نزاع مسلح ينهي المجتمع وتماسكه وتواصله، ويكون بيه أول الخاسرين مقتدى الصدر والمالك وجمهورهم. وصلت حدها يا ناس، وهنا صار لزاما عليهم اثنينهم كزعيمين كبيرين أيعوا خطورة المرحلة، وصار لزاما على كل القوى الفاعلة بالبلد سواء كانت سياسية أو عشائرية أو دينية أن تكتب المشهد الأخير لهذا النزاع بسلام، وإلا فالتنور فار والطوفان جاي جاي وما راح يسلم منا أحد. وما هذه كتلك، إنما هي شقشقة هدرت ويا ليتها ستقر. أناقش ملف الليلة مع أستاذ الإعلام والباحث في الشأن السياسي دكتور غالب الدعمي، كذلك مع رئيس مركز ألوان للدراسات الاستراتيجية دكتور حيدر البرزنش، ومن النجف ينضم للكاتب والصحفي علاء الخطيب. حياكم الله ضيوف الكرام. أبدو ياك دكتور غالب وأقول المالك ما راح يصير رئيس وزراء، واضح الأمور ماشية، والسيد مقتدى الصدر على يقين أن المالكي لن يصبح رئيس وزراء لهذه المرحلة. زين، شو يريد منه بهالتغريدة؟ ليش هالمحاولة عزلة لا وحتى مقاضاته وعزلة عن عشيرته وعزلة عن المجتمع السياسي ورجع لهم عنده 40-45 نائب؟ ليش هالمحاولات؟ دعني أولا أحييك وجمهور قناتكم الغراء، وأحيي الدكتور حيدر، ومبروك حج مبرور يا رب. العودة إن شاء الله. العودة وجودكم لا بوجود الحكومة المقبلة، وتحياتنا للكاتب السيد علاء الخطيب. يعني هي تجاذبات استاذ، هي من طويرج اليوم، انا من طويرج بعد ما اعرف لمن انت، من شاء الله انت من الحق. هي انت من طويرج بس مو من جناجه؟ لا من طويرج، احنا بناتنا الفرات انا والحجي. زين انا غافمت عليك منك بالهاونات، الله يستر يعني. زين، لا ماكو شيء ان شاء الله. ان شاء الله ماكو شيء. النتيجه يعني انا بتقديري
حتى تنحل المشكلة نهائيا يعني حقيقة لمصلحة العراق. أي. بما أنه السيد ابتعد عن العملية السياسية طبعا بمحظورات لم حد جبرة. أي. لو أن الإطار التنسيقي الذين يديرون العملية السياسية أيضا يشكلوا حكومة دون السيد المالكي هو أي. لمصلحة العراق، لمصلحة أي. العراق هذا التضحية بالجزء أفضل. سيد طبعا أنا أتكلم عن وجهة نظري بعيدا طبعا وناقشت التضحية يطرح وجهات نظر وناقشت التضحية بالجزء السيد السحب خياره طبعا خيار وسحب نوابه بخياره رغبته نعم. رغبه المالكي لا بل رغبه الاطار حتى بقاء المالكي وبقاء واستمرار العمليه السياسيه هذه الرغبه الظاهريه زي. لو كان رغبه الاطار وفق المعادله العدديه للاطار التنسيقي اللي يشكل السيد نور المالكي العدد الاكبر من نوابه كان ذهبوا باتجاه السيد المالكي ولكن رغبه الجهات الاخرى بما فيهم الفصائل بان ياتي شخصيا احنا قلنا رئيس وزراء ما راح يصير المالكي. نعم ما راح يصير قبل هاي التغريدة وقبل التسريبات وقبلها المالك لا يصبح رئيس وزراء هناك بدلاء بس الإطار سيبقى إطار وموحد والمالك أحد زعماء المهمين والإطار سيشكل حكومة وبالتوقيتات الدستورية وبني مالك ما راح يتبرون من المالكي زين والقضاء ما راح يحقق ويا المالك لا أخوة التغريدة واضحة التغريدة واضحة أدري السيد من يطلع لنا بيش تغريدة ليش بالمناسبة يعني أنت دا أقول لك الجزء من كلامك تقول انه الاطار راح يتمسك بالسيد المالكي وانه راح يشكل حكومه والتوقيتات الدستوريه لا التوقيتات الدستوريه اختلف معك تماما لم يبقى اي لا سياقات ولا دستور ولا لم يحترم القضاء ولا القانون من تاريخ تشكيل الحكومات وفي كل حكومه هذا خليها على جانب لكن نرجع لموضوعنا اللي هو يخص العمليه السياسيه وهذا التشنج الكبير اللي الان حصل بعد انسحاب التيار الصدري لغاية اليوم لمصلحة البلد لمصلحة البلد أنه يتم اختيار حكومة هادئة السيد المالك انتهى الآن من حيث الترشيح يبقى خيارات المالك في تشكيل ما يقبل حكومة. السيد لا اسمح لي السيد أنا قريت التغريدة ولا لا أنا قلت لك أكو خيار يا شيوخ بني مالك استنكروا يا إطار استنكروا يا قضاء روح اتحرك مو الكلام اللي وصل السيد مقتدى خطير يريد الكلام يعزله تماما أقول لك الكلام اللي وصل وسمعناه جميعا هو هجوم على النجف لماذا لا نقطع بصحتها ولا نقطع بانها مزيفه هناك جهات قضائيه هي التي تثبت ذلك لا نريد ان نسبق الحدث ولا نريد ان نصب الزيت على النار ونشعلها اكثر يفترض اليوم ان نهدئ الموضوع جيد. ليس بمصلحه جيد. الشعب العراقي تحديدا ان تحدث مشاجره او تسقط قطره دم واحده من عراقي سني شيعي كردي بسبب هذا الصراع على المناصب السياسيه ما توصل الدم هسه وزير القائد هسه شكر المتظاهرين طلعوا متظاهرين يمكن بالناصريه هسه خطوه ممتازه اي شكرهم ممتازة. وقال لهم ما اريد تظاهرات نرجع الاصل أي. التغريده هذا أي. فرع من التغريده هذه رده فعل التغريده لكن اصل التغريده واضحه وفيها شروط قاسيه انا لا اعتقد ان الجهه الاخرى ستنفذها خذها مني لكن اعتقد هناك توجه قبل حتى هذه التغريده داخل الاطار التنسيقي بسحب هذا التشنج باتجاه اختيار شخصيات لن لا تكون مستفزه للتيار الصدر على مستوى رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه وحتى على مستوى الوزراء، وبالتالي ممكن ان نمضي بتشكيل حكومه حتى ننتهي من هذا الجدل والدماء المرتقبه بسبب هذه التصريحات الغير مسؤوله او الجهات التي بثت هذا التسجيل سواء كان صحيحا او غير صحيحا. لا التسجيل صحيح. لو ما متاكد السيد قبل يومين ايش قال؟ قال لا تنطون وزن لا إلى ولا الحج مو اليوم ما طلعت هاي الطلعة لولا أنه تيقن أنه الكلام اللي تحدث فيه السيد المالك كلام صحيح والتسجيل غير مفبرك والتسجيل صحيح قل لي جابرة أبو إسراء يسولف فيك سوالف ممكن تطلع وممكن تحرق البلد جابرة على هالموضوع قناعات السيد مقتدى الصدر خليها ببالي واشتغل هالشغل الحكي هذا القوي اللي استفز السيد وجمهوره بهالطريقة بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله تحية طيبة لجناب الدكتور والأستاذ علاء ومتابعي قناتكم الموقرة أولا ابتداء الحكم على القضية ابتداء أنها صدرت وأنه الموضوع فعلا هذا أعتقد يعني غير منصف ليش؟ لأنه سيد المالكي صدر بيان ونزل تغريدة ومكتبة كذلك الإعلامي وأكد مرة أخرى أنه أكو دمج لحديثه تقديم وتأخير وربط وتعرفوا تبعد هاي ناس مختصة ثانيا احنا اما ان نحتكم الى جهة اللي هي القضاء اللي هي جهة مختصة في التحقيق ما نذهب باتجاه تفعيل والتصعيد ما اعتقد يخدم احد
خصوصا في هذه المرحلة الحساسة اللي هي. وش راد السيد هو اليوم؟ ما راد تصعيد. السيد ما صعد اليوم تصعيد. قال يا ناس يا عالم اريدكم تستنكرون، وعم يشتغل سياسة الرجل. يا إطار يلي لازم ظهره عفو. اولا يا بني مالك عفو، بيانات استنكار. لا لا اولا شراد. لا استاذ احمد، اولا الموضوع يخص من السيد المالكي. نعم جزء اساسي ورئيسي وركن. الاطار غير ملزم بيش. لا غير ملزم بما طلبه السيد. اولا الاطار مش يعني مو جهه سياسيه تعمل يم السيد. كيانات وادوات وعندهم وقيادات ولهم موقفهم. ثانيا شلون يروحون يستنكرون هم بشيء ما متاكد منه بالبدايه. ثانيا واللي هي اهم، لا يجوز قضاء ابتداء واسال الناس المختصين في القانون انه انا اجي اسجل لاحمد مولا طلال اريد اوقعك نقعد نسولف واسجل لك بقضيه ما انت عندك فد موقف معين. هذا مو جديد، انت تعرف وانا اعرف استاذ غالب يعرف والكل يعرف انه اكو اختلاف. يقول لي هذا اختلاف مو جديد. سيد الصدر محاكي يقول لي هاي السيده اللي سجلت السيد حيدر الملا وبعتهم للانتخابات كانت ماخذ امر قضائي لو التسجيلات اللي صارت. انا اتحدث استاذ لا شوف يعني من الشغله تخص المالكي لازم امر قضائي الله يسجلوا له. انا شغله تخص الناس لا ما تتحدث انت الان حضرتك تريد يعني تسيق بعض الاحداث اللي حصلت مشابهه او تستصحب لي حالات سابقه قياسا مع حاله السيد المالكي. أي. هذا امر مو انا ابت فيه، قضائي ابت فيه. هذا اولا. ثانيا خلينا نثبت العرش ثم ننقش عليه. ليش هاي العجله والاستعجال والتفويج وتاجيج الشارع؟ ما اعرف السيد اول مره قال انه انا ما اقيم وزن لهذه التشريبات. هل من المنطقي والمعقول والمقبول انه نذهب باتجاه جهه خارجيه مخابراتيه، شخص مجهول الحال لديه سوابق طبعا مشينه تجاه الابتزاز وتجاه قضيه الالكترونيه، يحاول ان يلعب ويتلاعب بالوضع السياسي ككل؟ قل لي هو ما معقوله. لا لا علي فاضل اللي قاعد يمن مالك وسجل. علي فاضل علي فاضل اللي قاعد يمن مالك وسجل. ولا جزء منكم وبيكم وصلوا الشص هسه منا وبينا ما منكم وبيكم وصلوا التسجيل لعلي فاضل. استاذ احمد انت تعرف اخو صراع سياسي، انا توقعت اكثر من هذا بالمناسبه. الصراع السياسي وصل الى قمه الصدام او الاحتدام. زين مو انا اللي قلت لي الاخوه في التيار الصدري انسحبوا. منو جبر الاخوه بالتيار الصدري انسحبوا؟ عندكم 73 74 نائب داخل قبه البرلمان. الخلاف شخصي. الخلاف شخصي استصحاب للحاله السابقه. جيد. لانه اكو ثأر يجب ان يؤخذ. بس هذه مو بهاي يعني. جيد. انت اليوم انا اعتقد لا لا من هاي الجمله الخلاف أنا شخصي اريد انتقل شخصي أريد لكن انتقل يا استاذ علاء. السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر شخصين من العراق، واذا بالغنا بجمهورهم اثنينهم مجتمعين يمكن لو يطخون المليونين اثنينهم لو ما يطخون. قولي تعال هسه مال يرتهن البلد ويضيع البلد واربعين مليون بصراع شخصي مثل ما قال، وين القوى المؤثره الفاعله المرجعيات الدينيه القوى السياسيه العشائر ما تتدخل وتفضلنا هاي الطلابه قبل ما يروح البلد كله برجلين من ورا اثنين بتنافسين على سلطات ونفوذ وثروات ونزاع شخصي؟ وين دور هاي المرجعيات الدينيه العشائر القوى السياسيه يا استاذ علاء؟ محبه لك استاذ ابو قصور، وكذلك تحيه لصديقي العزيزين دكتور حياكل ودكتور غالب ولا جمهور قناه يو تي في. حقيقة ما ظهر من تسريبات ومن تغريدات للسيد الصدر هو ليس غريبا وليس جديدا أبدا، لكن رأي الرجلين حقيقة كل منهما بالآخر يعني هو هذا الرأي السائد الذي يعرفه القاصي والداني، ولكن الجديد في الأمر أنه كانت في الغرف المظلمة وخرجت إلى العلن على الإعلام ليس إلا، وإلا هو الرجلان حقيقة رأي كل واحد منهما هو هذا انه لا المالكي يطيق الصدر ولا الصدر يطيق المالكي. خلينا نحشيها بالهذا قولتكم بالمفتشر مثل ما يقولون اخواتنا المصريين. وهذا الخلاف هو خلاف شخصي، وانا اعتقد دكتور حيدر مره احنا كنا على يعني احدى القنوات وقلت انه الخلاف شخصي واعترض علي، قلت هذا الخلاف ليس شيعيا وانما خلاف مو هسه استوى جاي من الحج ما يقدر يضمها هسه جاي من الحج ما يقدر يضمها بعد ما يقدر يضم المقتنع بيحكي هو
الخلاف الخلاف يا سيدي، الخلاف يا ابو قصور، حقيقة استاذ احمد الخلاف هو خلاف صدري مالكي بحت، وهذا قلناه منذ زمن. اما التغريدة للسيد الصدر هذه حقيقة اليوم سدت الطريق على السيد المالكي للوصول الى اي منصب سياسي مستقبلا. لكن هذا لا يعني انه الخلاف سينتهي اذا ما استنكرت العشائر. مو شرط اذا ما استنكرت لا انا وضعتك مو شرط حتى وان كان جزء بسيط من الاطار. فرحان بالتغريده اليوم وروج لموضوع معين داخل الاطار. لا تتحدث مو شرط. رجل مالكي عنده قناعات حاشيها تسربت، اسمح لي كل شيء، بس لا زال مصر رجال عنده قانون اغلبيه داخل الاطار وعده تواصل القوى السياسيه. اذا ما صار رئيس وزراء يعني ليكون رئيس وزراء الا بموافقته. لن يصل الى رئاسه الوزراء. لن يصل وياك. لن يصل الى رئاسه الوزراء، انا قلتها في اكثر من مناسبه وقبل مده، لانه سيد المالكي عليه فيتو عربي واقليمي ودولي وداخلي. واعتقد انه ترشيح نفسه كان من الخطا على السيد المالكي ان يرشح نفسه بالاسماء الثلاثه اللي سربت. خلاص تغريده اليوم، تغريده اليوم رصاصه الرحمه على تولي المالكي المنصب. اوكي احكي لي انا سالتك سؤال مهم. الطريق على سالتك سؤال مهم من تغريده السيد لحد الان او تقريبا من ظهرت التسريبات لحد الان عم العالم خليه دمها بشيشه وحابسه انفاسه ويا ستار هسه طق الطقاق. اقول وين دور القوى الفاعله؟ اني ارهن مصير بلد بشخصين عندهم خلاف شخصي. احنا دا ندفع ثمن. احنا دا ندفع ثمن كشارع شيعي. دا ندفع ثمن الخلاف الصدر المالكي. لذلك الجميع اليوم يقف متفرج، لانه هذا خلاف شخصي لا علاقه له لا بالسياسه ولا بالمذهب ولا بالدين ولا بالوطن. لا علاقه له بالوطن، بعيد كل البعد عن الوطنيه. الرجلان يقتتلان او يتقاتلان على قضيه يعني معينه بينهما، وهناك ثارات يعني بدر وحنين. ليش ما تقول كل واحد عنده منهج خاص لاداره الحكم والدنيا. وكل واحد عنده جمهور وكل واحد عنده رؤيه لاداره البلد. الوطن هو المنهج. الوطن هو المنهج استاذ احمد. الوطن هو المنهج. اليوم ماكو منهج عرفت انه يغسل الاخر ويدمر الاخر وواحد يتربص بالاخر. انا اذا احنا الان بدنا نشتغل شغل الاعداء لا نشتغل شغل الخصوم. علينا ان نتحاور كخصوم وان نصل الى نتائج كخصوم. حتى مو خصوم والله اقل كمتنافسين. ليش حتى خصومهم ما توصل؟ لا 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 احنا ما متنافسين. لا 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 الان الصدر والسيد المالكي ليسوا متنافسين، وانما هم اعداء. كل يتربص بالاخر، كل يريد ان يوقع الاخر بالحفره. وبالتالي السيد الصدر انا اعتقد انا حتى السيد المالكي خطا كبير جدا ان يراجع نفسه ويراجع مكتبه وان صحت هذه التسريبات او لم تصح. لكن بالنتيجه السيد المالكي عليه ان يراجع نفسه. هذه اراء السيد المالكي دائما يطرحها. فارجو حقيقه، طبعا الموقف الاول للسيد الصدر كان موقف عقلاني، انه قال لهم احنا ما لنا علاقه لاني لا اقيم له وزنا. وبالتالي بعد شنو اللي صار؟ الموقف الاخير عندما دعا انصاره ان لا يتعاملوا بالعنف ولا يتظاهروا ضد السيد المالكي هو موقف جيد. علينا ان نقول هذا جيد ونوقف معه. لكن يعني السيد الصدر والسيد المالكي وهاي قلناها مره واثنين وثلاثه ونطلع بالاعلام ونقولها، يابا احنا شنو ذنبنا؟ الشارع شنو ذنب الناس؟ شنو ذنبها؟ اليوم انتم مأخرين البلد، لا حكومه ولا تنميه ولا ميزانيه ولا يعني احنا شنو ذنبنا؟ وبالتالي احنا ما نعرف وين رايحين. الحكومه تشتغل بطريق وذولا يشتغلون بطريق اخر، والشعب ما اعرف تايه بين الثنين. شنو نريد نسوي؟ وين نريد نروح؟ وين نريد نروح المالكي؟ وين نريد نروح الصدور؟ ليش انسحب من العمليه السياسيه؟ ليش دخل؟ ليش يعني الان فقد الشرعيه السياسيه؟ لا لا دكتور غالب، هاي صار تسعة اشهر يدافع عن الاغلبيه ومشروع الاغلبيه مال السيد. خلينا نسال هاي الاسئله. زين الرجال انسحب. وين صارت الاغلبيه؟ جيد. لا لا الرجل انسحب وسحب نوابه. زين وراح يجوز عنده مشروع بباله، يريد يستخدم ضغط شعبي، عصيان بدني، اوكي هذا حق ضمن السياقات اللي كفلها الدستور.
ليش هالميومية موقفه ومحجنا الشارع وقالبنا الدنيا؟ لا لا جوابه لا شنو لا لا استحمل هو انسحب من الحكومة من البرلمان ولم ينسحب من العملية السياسية حتى في البيان هكذا قال. هو جزء أساسي من العملية السياسية وانسحب من البرلمان بعدما لم يستطيع. دكتور غالب هو انسحب من الشرعية السياسية، هو سحب الشرعية السياسية عن التيار الصدري، ليس له شرعية سياسية وإنما لديه شرعية شارع فقط. اي من حقه من حقه يعبر زعيم مثله وعنده الجمهور هذا يا دكتور. إيه هو انسحب عفوا يا استاذ، هو انسحب فقط من البرلمان، اما من المعارضه هو لم ينسحب، وتوجه المعارضه الشعبيه واللي هي اقوى واللي هي تصنع البرلمان. وانت تعرف اليوم تيار الصدر هاي الجمهور اللي جمعه وبالحار يمكن له هاي الجهات السياسيه كلها ثلاث اشهر سنه ما يجمعون هذا العدد. اكو طاعه عمياء، اكو ولا تنسى تيار الصدر مو حزب، تيار، والتيار بأنواع مختلفة من الأفكار. يعني أقول لك ياها، أنا بيوم الصلاة صعدت بالسيارة، واحد قال لي اليوم سقطوا الحكومة، قلت له لا ماكو اليوم بالصلاة، قال لا ما تفيد لعد محضر. يعني هذا الجمهور اللي ما منتبه للتيار الصدري يريد سقط الحكومة، يريد سقط الحكومة. إذا أنت الخطر اللي أنت أنا دائما أحذر منه مو من التيار الصدري، التيار الصدري إذا صار احتجاج لن يحرق دائرة، لن يعتدي على موظف، لن يعتدي يتعاون مع القوات الأمنية. لكن الخطر من الجمهور اللي هو اكثر من جمهور التيار واكثر من جمهور الاطار اللي هو غاضب، هذا خطر على خيار السيد سحب نواب وباقي بالعمليه السياسيه. شو مكلب لي بالمالكي؟ لا شو مكلب بالمالكي؟ خلي يقول المالكي. اقول لك عشان ما اريد ابدو وكاني امثل وجهه نظر. لا مو وجهه نظر، بس ناقشني. يعني ضربني وبكى سبقني واشتكى استاذ احمد. نظر استاذ احمد نطرح هسه، انت رجحت شنو اللي بالمالكي ما موجود بحلفاء الصدر السابقين؟ انت رجحت شنو اللي موجود بالمالكي ما موجود بحلفاء الصدر السابقين مال انقاذ وطن؟ قل لي شنو؟ شنو اللي موجود بالمالكي ما موجود بالحاج هادي العامري وما موجود ببقيه اطراف الاطار؟ يعني لا ليش؟ انت مو تريدني اجاوب وفق جاوبني وفق ما تشتهي، بس انا دا اقول لك يا استاذ احمد، ضربني وبكى سبقني واشتكى، الاحاديث اللي ظهرت تسجيلات الاربع وبعد 20 تسجيل يقال حسب ما قال هو المعني في فيديو انها اخطر بكثير مما قيل لحد الان، ما سرب لحد الان. كانت اليوم كنت تحت شيال السيد علي فاضل، كان المفروض يكون ضيفنا اليوم ايضا بس عنده سفر احتمال باكر او بعد باكر. طيب متواصل وياه؟ ما شاء الله. الا انت ما انت عندك حصانه لدير بال. تفضل. فالنتيجه الكلام الذي قيل في الاربع تسريبات الاخيره خطير جدا ومستفز جدا يا اخوي. مو جديد يا دكتور، والله مو جديد. وانت لا 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 ما كانت مثل ما قال الاستاذ علاء، المالك وغير المالك يحشون اقسى من هذا بيناتهم على بعض، وكذلك السيد مقتدى الصدر وعوف جمهوره المقربين منه يحشون على المالكي اقسى من هذا الحج. مو جديد. انا اخو قاعد يم سياسي والسيد المالكي خابره وحكي حكي، يعني انا مو جديد قاعد يم شخص مقرب للسيد المالكي وخابره على شخص ما قدامي، وكلام كان جدا قاسي يعني اقسى من هذا على شخصيه معينه بدون ذكر اسماء. اذا سيد المالك وهذا خطابه واضح، لذلك ليش انت ترجح وكثير من عندنا يرجح انه هذا مو ما مشمول بالديب فيك كما يقال او التزييف العميق، انه هذا حقيقي. الكلام الان ظهر في فتره يفترض كان قبلها هدوء السابق من 2007 لغايه انتهاء حكومة السيد المالكي، ما قيل من الكلام، ما حدث من بينهما من صراع، من جدال أكبر وأكثر وأقسى مما قيل الآن كما قلت أنت. لكن هذه الفترة الماضية والضغط الكبير الذي مورس على التيار الصدري، بالمناسبة سبب أحد أسباب انسحاب التيار الصدري هو الضغط الكبير الذي مورس تحديدا من ائتلاف دولة القانون ليس من كل الإطار إزاء التيار الصدري. ذلك التيار الصدري يحمل مشروع ما قدر يطبق المشروع مالته، مشروع الأغلبية ما عنده نفس، ما قدر ما عنده نفس. الإطار عنده نفس طويل رغم كل الخلافات الداخلية، بقى موحد، بقى صامد. حكومة اسمح لي، حكومة عطلت، مصالح الناس عطلت، ما عنده نفس طويل وانسحب السيد. هسه حكومة العالم تشتغل السوق، حكومة عطلت، مصالح الناس عطلت، موازنة عطلت، كل الدولة توقفت، بالتالي كان لزاما على السيد المقتصر ان يتخذ قرار، على الرغم من انني اقولها امامك كنت وما زلت منتقدا انسحاب التيار الصدري. جيد. كنت اتمنى ان يكون معارضا ويبقى في البرلمان. افضل رساله يرسلها السيد المالكي الان، يرسلها للسيد الصدور، يرسلها للقوى السياسيه، يرسلها للمجتمع العراقي، يرسلها عمي لينسحب ويسحب اعضاء ائتلاف دوله القانون من البرلمان. خلي يروح معارضه،
مزاج يعني هي؟ لا مو مزاج، لا 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 مو حريص يعني، لا لا مو حريص على استقرار البلد. اي حريص بس اولا خلاص مبتلين بهالطرقعه احنا والله مبتلين، خليه يروح معارضه حفظا للسلم الاهلي كذا، بعد ما نعرف السيد شنو موقفه. اولا خلينا نتحدث في القضيه، تتذكر من انسحبوا الاخوه في التيار الصدري ورا فتره من الزمن سيد المالكي نزل تغريده، وكانت التغريده واضحه وبين هو ما ابتدا الخصومه ابتداء، يعني ما اعلن الخصومه ابتداء وقال انا ضد او ند، بالعكس صار اتصال ايضا في وقت ما، صار لقاء في وقت ما، وكان اكو حلقه تواصل، يعني انت تعرف وانا اعرف اكو حلقه تواصل، اكو لينك رابط بين السيد الصدر وبين المالك. نعم هناك خلافات، انا قلت شخصي اكو شخصنا بالامور من بعض الدوائر الضيقه المغلقه اللي تحاول ان تعكر الاجواء. انت ملاحظ كل ما يصير نوعا ما ترطيب اجواء، كل ما يصير تهدئه بين السيد المالك وبين السيد الصدر، اللي غاد وتجيك فد شراره معينه هسه خارجيه داخليه تفلش كل هذه الامور. انا لست مع اي صراع، هذا الصراع داخل بيت الشيعي استاذ احمد، خلينا نلاحظ هاي القضيه، يعني البيت الشيعي اذا ما استقر ماكو جهه سياسيه تستقر. هسه الواقف على التل ويتفرج ويصفق ويريد الامور تشتعل، اقول له انت اذا فرحان فتصور انه هذه النار سوف تكوي جميع او يكوى بها الجميع. باكر استجابت قوى الاطار واستنكرت كلام السيد ما تستنكر، باكر استجابت العشائر، عشائر سخوا نزلوا بيان عشيرة واستنكرت كلام انحزل السيد الملك. اخي ما نجح الصدر في عزل الملك. عزيزي هذه امنيه وليس نيل المطالب بالتمني، التمني في اللغه العربيه لا يقع، هاي مال واحد يعزل واحد، لا احد يستطيع، لا السيد المالكي يستطيع ان يعزل السيد الصدر ولا السيد الصدر يستطيع ان يعزل السيد المالكي. لماذا؟ لان لهم حضور، لان عنده جمهور على الارض على الواقع. لكنه تجي تقول لي انه فلان يعزل فلان، اقول له لا تستطيع، وقلناها سابقا لا ممكن للشيعة ان ينهون السنه ولا السنه ينهون الشيعة، وهذا هاي يعني سيكولوجيه المجتمع وطبيعه مشكله المجتمع. ما حد ينهي الثاني وماكو صلح، انا شعول وماكو صلح، انا شعول رايحين الى صدام. خل اعول اعول على بعض القوى السياسيه، زعماء القوى السياسيه بكل اطيافهم ان يتدخلوا بهذا الشان ويوقفوا هذا الاستنزاف الالكتروني اللي يحصل. ترى ابتداد تلاحظ التلميديا والسوشيال ميديا شلون عاجه وهاجه، وانت قلت بعض المدونين اللي منتمين او اللي يدعون انتماء الاخوه في التيار الصدري نازلين حدر يوميه، ما عندهم عدو، يعني هم خصومتهم ما عندهم خصومه ويا الشيطان بقدر ما عندهم خصومه ويا السيد المالكي. يوميا سب وشتم، ما يصير يعني هذا تنكيل، في حين الطرف الاخر اكو احترام لحد هذه اللحظه، اكو احترام للسيد الصدر لهذا العنوان لهذا المسمى، مو معناه انه احنا اليوم وين الاحترام؟ اكو احترام، وين الاحترام؟ اكو احترام بكلام السيد المالكي، اغلب الناس المعروفين بكلام السيد المالكي كان اكو احترام للسيد. ايش وقت؟ هذا التسريب اخي منو ثبته؟ انت ليش تثبت؟ احنا ليش نثبت؟ احنا نحتمل احتمالين. تتوقع السيد مقتدى الصدر يطلع بالموقف مال اليوم دون ان يتاكد من صحه التسجيل؟ شلون التاكد؟ ليش ما عرض على الراي العام؟ ام رجال وعنده سؤال انا ما شكك، انا ما شكك، اسمح لي اسمح لي، عنده فنيين واجهزه ماشي على عيني وراسي، ليش ما طرحها للراي العام؟ احنا نبقى بهذه الدائره؟ احنا اليوم امام مفترق طرق استاذ احمد، اما ان نتجاوز فعلا هذه القضيه، انا ما ادري اذا سيد الصدر نادم على الانسحاب او يحاول ان يكون هناك معرقلات او معطلات، فما حجبر سيد الصدر الانسحاب. بامكانه ان كان ممكن، ولحد الان اقول ممكن ان يشارك هم كذلك اذا عنده رغبه، ممكن ان يرسل مراسيل. شنو تردون تمنون على السيد هسه؟ من يمنع؟ تعال والله تعال شارك اخي الكريم. هو منو اللي يجبره ينسحب؟ قضيه اخطر يا استاذ حيدر، القضيه اخطر استاذ احمد. انا جاي احنا خطابنا بصراحه احكي لك بواقعية. زين من يستخدم تهديد السلم الاهلي من استخدم؟ والله لمجرد ارد ادفع حاده او امنع من الوصول الى منصب معين. قضيه من استخدم تهديد السلم الاهلي؟ الكلام مال السيد الملك شنو؟ مو انت جاي تثبت، هاي هنا الخطوره. زين منو مو ثبت اني؟ خلنا نفرض السيد الصدر مقتنع، خلنا نفترض مقتنع انه هذا حقيقي. اعطيك فرضيه معينه، احنا مو بدنا نحكي بفرضيات. لو فرضنا انه هذا الكلام صدر من السيد الصدر، شنو كان موقف السيد المالكي؟ وانت هسه قلت مجالس الخاصه يصير بها حديث جانبي هنا وهناك، لكن بنفس الوقت والكل يعلم
هسه هي هاي جديده مو قالها اخونا، احنا نعرف يعني هالاستاذ علاء قضيه مو جديده، قضيه مطروقه وسابقا ومطروحه، بس عندنا مشكله. المشكله لدى الاخوه، بعض الاخوه بالتيار الصدري سواء كانوا قيادات سياسيه يعني خط اول او مستوى ثاني، يستصحبون الحالات السابقه اللي صارت مال صوله الفرسان ومال قضيه كذا، ودائما دائما هذه انا اعتقد بكلمه واحده من السيد الصدر ينهي هذا الموضوع. صراحة الصدر بيحكي على الانان يعني هسه مو حكى السيد المالكي وقال هاي ايدي بيضاء، يعني معقوله يظل هذا يظل هاي القضيه؟ احنا وين رايحين بالبلد؟ انت يا سماحه السيد مقتدى الصدر الله يحفظك، انت تقول انا صمام واريد اكون صمام امان لهذا البلد. انا اكبر بيك، قضيه مهمه وضروريه انه هسه الروح الابويه الروح الوطنيه تتطلب انه نتجاوز هاي القضايا، مو نجي نصر عليها وناكدها ونثبتها ونقول اثنين ثلاثه من الشباب صار عندهم عنفوان وصار عندهم انفعال واندفاع وراح اضربوا مقر معين صارت معين كذا، من يتحمل مسؤوليه هذه؟ والله شنو على الفاضي يتحمل مسؤوليه حل هذه الازمه؟ ما عنده اثنين بسوق سعد علاء، صار اكو اطراف نافذه ساكته حبيبي. المرجعيه ماكو اي موقف من عندها، ايران المؤثره على الطرفين ماكو اي موقف، سيد حسن نصر الله اللي يؤمر الطرفين امر ما منه موقف، والبلد تشوفه رايح يعني بمن بعد يعني من ورا اثنين البلد يروح يحترق؟ يعني احنا ليش نطالب ليش نطالب المرجعيه استاذ احمد؟ العشي سواء اقدر السيد مقتدى الصدر لو اقدر للمالكي العداني يسمع كلامي السيد الصدر لو المالكي يسمع كلامي، يعني هو ليش هم الاثنين يسمعون كلام المرجعيه لهم علاقه بالمرجعيه؟ يعني الان استاذ حيدر يقول الخلاف في البيت الشيعي، يعني انا ما اعرف ليش يعني يحتكرون البيت الشيعي بالطرفين بين الصدر وبين المالكي، وهناك اغلبيه شيعيه صامته ممتعضه من الطرفين. عفوا استاذ علاء مو احتكار، اقول جزء فواعل هم فواعل ضروريه واساسيه داخل البيت الشيعي. الاطار والتيار ما عندهم 10% من البيت الشيعي. 10% من المجتمع الشيعي ما عندهم. مين جبتها؟ اطار وتيار. مين جبتها؟ طيب بالله انتم ليش ما تروحون؟ مواكو عندنا مستقلين، مواكو ناس يعني اجوا طلعوا مظاهرات عليكم كلكم؟ ما طلعوا على الطرفين مظاهرات والتشرين طلعت وقالوا كلمتهم الناس شباب سواء كان يعني بالنتيجة أكو أغلبية شيعية صامتة مغيبة، هذه الأغلبية هي غيبت نفسها لا برأيها ولا هي غيبت نفسها، المفروض تروح صناديق صراع يعني تختار ممثليها، مو تقعد بالبيت وتخلي الإطار والتيار يسيطرون على السلطة وبعدين يروحون يسمون شيعة السلطة مو شيعة المذهب. يا عم يا استاذ احمد الله يخليك، اذا هي المناصب والمسؤوليات والتوظيف والفلوس والدنيا كلها بيد الاحزاب، اي هذول الاغلبيه الفقراء شو يردون يسوون؟ يعني ايش تطلب من واحد ما عنده كل لا حول ولا قوه تقول له تعال روح، هو ايش عنده؟ ما هو ايضا يريد يعيش، عنده عائله وعنده اطفال وعنده بيت وعنده الى اخره. على كل احتكار البيت الشيعي حقيقه او الخلاف الشيعي في هذه الطرفين هذه معادله خاطئه جدا، وربما من الخطايا التي ترتكب في العملية السياسية عندما يكون هناك حقيقة يعني كأنه إحنا فقط البيت الشيعي والشيعة كلهم هذول الموجودين في كل المحافظات والمكون الأكبر هم فقط هالشم مليون اللي هم الآن يتعاركون، لا مو شكل القضية يا حبيبي، لا الجماعة لا يسمعون كلام المرجعية ولا لهم علاقة في قضية العشائر ولا لهم علاقة في قضية يستنكروا ما استنكروا ما يعني حتى هذا الكلام للسيد الصدر انه يدعو العشائر للاستنكار ويدعو يعني قيادات الاطار للاستنكار، احنا نحتاج الى كلام سياسه، خلينا نتحاور سياسه، ما نتحاور احنا ما قاعدين بديوان عشائر، احنا لو ديوان عشائري هذا الكلام صحيح، اما احنا جاي اليوم نريد نبني بلد ونقول احنا حكومه خدمات قادمين عليها ونريد نقدم خدمات لناسنا وشعبنا واطفالنا ونريد نسوي شغلات، انا هذا الكلام شي يفيدني؟ بالله طلعوا واستنكروا، شنو القيم؟ شنو الفائده من عندها؟ يعني عزلوا المالكي شنو المشكله؟ وين يعني وين راح يطلع 100 مالكي ايضا يصير خلاف وياه؟ ما هو خلاف موجود بالاساس، يعني الاطار هو مو طرف واحد، هو اطراف متعدده، وبالتالي معناه ان الخلاف هو ليس مع طرف معين ضد طرف اخر. ما هو احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا حول يعني اضافه للخصومه الشخصيه، الخصومه المالكيه الصدريه، هناك ايضا خصومات حتى في داخل الاطار، هذه مشكله كبيره جدا. يعني السيد الصدر يعتقد انه كل ما ينتج من حركه سياسيه شيعيه هي نتاج لآل الصدر.
وهي نتاج لحركه آل صدر، وبالتالي كل هؤلاء بس والله صعب يخضعوا يعني من اليوم اللي طالب هو اقول لك حزب الدعوه منو اسسه؟ فمن حقه يعني تهضم شغله تهضم يعني اسسوا مجموعه زين اني اني تتهمني عميل واسرائيلي ومعروف ايش حزب الدعوه زين فطالب حزب الدعوه بالاستنكار منو انا ما ادري اقول انا ليش قلت كلام المالكي صح يعني انا ما جاي اقول كلام المالكي انا بدي اقول يعني حتى السيد المالكي بالمناسبه شخصيه السيد المالكي شخصيه منفعله والحقيقه هو يميل الى الريفيه كثيرا وهذه اشكاليه كبيره في شخصيه السيد المالكي مشكله انه واحد من يجي من الريف ويريد يصير مدني بهذه الطريقه يقوم يصير منفعل لذلك لا ينبغي يعني لا بالمجالس الخاصه ولا بالمجالس العامه عمي صدام طب وطلع عرفت وماكو تسجيلات بهذه الطريقه اللي سمعناها هاي قضايا فاضحه صارت اكثر من اللازم يعني ما معقوله الطرفين انا عارف انا حقيقه قعدت مرات عديده مع مسؤولين عرفت واشوفهم يتكلمون بنفس الطريقه على الطرف الاخر طيب انتم تقولون احنا اسلاميين شا وين الغيبه وين النميمه وين زين بالطرف الاخر وين والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هاي طارت في لحظه لا, لا غيبه على سياسي فيما اشهر من سياسته الخاطئه مو يقولون لا غيبه على الفاسق فيما اشهر من فسوقه شنو زين اذا هم فسق اسمع يعني انت تطلعهم فسق السالان اقصد الفسق السياسي يعني الاخطاء السياسيه استاذ علاء ماكو فسق سياسي وفسق اجتماعي وفسق ثقافي ماكو عندنا هيك شيء الفسق فسق احنا نريد نقسمه ونرتبه ونحطه ونفلسفه هذه قضيه ثانيه زين. اليوم اكو بلد ضاع وبيضيعوه العراق بلد مضيع وليس ضايع ان شاء الله ان شاء الله العراق بلد مضيع وليس ضايع من اضاع العراق هم السياسيون انفسهم وبالتالي يتحمل الشيعة القسط الاكبر سواء كان هذا الطرف أو ذاك يتحملون مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام الشعب العراقي هؤلاء أضاعوا البلد وأضاعوا الناس جي. وبالتالي يعني ما كنت ذنب إحنا شنو ذنب واضح واضح أنا بدي أقول ما ذنب العراقيين في خلاف شخصي واضح ساتح يعني اللي حكي ساتح على صحيح شنو ذنب العراقيين شنو ذنب الشيعة تحديدا يدفعون هذا ثمن هذا الصراع أقول لك عندهم ثار من أيام صولة الفرسان وابن سهيل المالكي 2006 رئيس وزراء أو من انطى ياسر الوزراء اللي ادعوا بال 2006 غير تيار الصدري من انطاها 8 اشهر 9 اشهر بايام 2010 يلا صارت اتفاقيه تربيل السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري انطاه السلطه يعني شنو هسه متذكر يعني هالامور هسه ذكر انه المالكي مو زين اكو مكون شيعي سياسي واكو مكون شيعي اجتماعي المكون الاجتماعي الاكبر وقع تحت ظلم المكون السياسي الاقليه اللي هم يحكمون البلد والكل يدعي الوصله لليلى الجميع يقول احنا ندافع عن المكون الشيعي وانا كذا وانا كذا وهي تسمح انت في اتهاماتهم لكن الخطوره تكمن اين في قوه الكلام الذي قيل في التسجيلات يعني على سبيل المثال انا لا ارجحها واتمنى مو صحيحه واتمنى ان يصدر بيان كما صدر بشان الحشد من السيد نور المالكي بقوته طبعا وليس ببيان كان لم يكن قويا حينما ظهرت التسجيلات باتهام الحشد الشعبي كان تغريده قويه جدا وواضحه وبردت القلوب وهذا كان الاثر كبير وبالتالي من اجل ان ننهي الازمه يفترض ان هناك اجراءات تتخذ الكلام اللي قيله انه راح اجمع 15 مجموعه الامور وصلت 15 مجموعه من واضح اليوم لا 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 السيد اليوم ما يرضيها بيان هذا مصير جلسه صلح تاريخيه وناس مؤثره على الطرفين ويقعدون سوا ويستهدون بالرحمن يعني انا قلت لك التضحيه بالجزء افضل من التضحيه بالكل الوطن اكبر من الجميع الوطن هو المقدس الاول والاخير المجتمع هو المقدس الاكبر لذلك اذا كان هكذا عقلاء الاطار التنسيقي بما ان التيار الصدر انسحب عن معادله ونحن هم يعرفون جيدا يقولون اللي يدرس فقه يعرف في التعارض تساقط يعني الفكرتان اللتان تتعارضان كلاهما تتساقطان وتولد فكره ثالثه هم يعني انا اتكلم باتجاه من يعرفوها من يعرفوها ليفترض الان التيار الصدر انسحب ينسحب الاخر يا اخي من يعرفوها؟ يعرفوها لمن تبقى من الاطار اللي هم يحكمون يعني هسه النواب السيد المالكي باقين في الحكومه، السيد المالكي يتنحى لاجل العراق هكذا وتنتهي المشكله ونبني بلد جديد بعيدا عن التجاذبات هو هذا ونعطي هو هذا هدف التسريب لعدم ونعطي سنه كامله لاعاده انتخابات
هذا لا اقول لك هو التسريب انتخابات ما تصير. اسمح لي التسريب هو منين صدر؟ انتخابات التسريب منين صدر؟ اقول لك البرلمان ما يصير استاذ احمد للظروف يسمح تسريبات لا بهدف اسمح اقول لك منين صدرت التسريبات؟ هو تسجيل واقعي وتم تسجيل. اسال الناس اللي ذيعوا بالاعلام انهم تم القاء القبض عليهم قريبين من المشهد، يعني انا وانت نتكلم بكلام وسرب اكيد احدنا سرب الكلام وهم يعرفون جيدا من سرب الكلام. تسجيلات مش باط طبعا انا مش باط انا ما اعتب على الشخص يعني صار لها تقريبا ما اعتب عليه 6 اشهر اليوم تطلع انا اعتب على الشخص الذي قال الكلام واعتب على الشخص الذي باع سجل الكلام سجل هذا خائن اعتبراني وما كان يجب ان يطرح في هذا الوقت لانه سبب ازمه ومشكله راح يدفعها ابناء الشعب العراقي مو مصلحتنا. اللي يفكر بمصلحه العراق عليه ان يبتعد هذا. وانا الحمد لله الان قرات تغريده صالح محمد صالح العراقي انه يدعو عدم التظاهر وهذا شيء ايجابي. رساله وصلت بقساوه السيد الصدر ان يعني بتقدير انزعج بشكل كبير حينما قال السيد المالكي السيد المالكي عنده 15 مجموعه من عشائرنا السيد المالكي انا ما بالدوله ولا بقوى الاطار اكثر حرصا واكثر هدوءا ولي يبداوا القوم بقتال. لا شوف بعد خل اقول لك انفعال الاطار قبل انسحاب التيار الصدري كان واضحا جدا لكن لا استاذ حيدر واحد منهم انت شلون فعل؟ لا تقول لي بشيء يعني قساوه التعبيرات هذا كذا ربما قساوه التعبيرات من كثير من المتحدثين باسم الاطار بعد انسحاب التيار الصدري وصفت الامور للاطار واصبحت تاكدوا وضمنوا ان الحكومه المقبله لهم وان كل الاداره بيدهم الان كلامه هدوء ابشرك وسلام عالقة وانت وامان عالقة وانت تفكرون بالحكمه وين عالقة وين عالقة جواب لا جواب بيناتهم الان انتقل بيناتهم وبالمناسبه هسه السيد المالك مبتعد عن كرئيس وزراء هو شخصيته ايضا الان راح يدفع باتجاه اخر من يقول لا هو ما اعتقد يصير بعد هسه انا ما اجزم ماكو عندنا ثابت بالسياسه لكنه ما اعتقد بس هو يتمنى أنا شخصيا حتى ما اكون ليش تتمنى؟ انا اتمنى ما يكون ولا اتمنى اي شخص اليوم ورا تغريده السيد غير ورا تغريده السيد هاي اذا المالك اذا الاطار اختار المالك رئيس وزراء اعلان حرب اولا لا اعلان حرب شوف استاذ احمد انا ما اصور المشهد بهذه السوداويه والضبابيه مع احترامي لراي اخوي استاذ علاء يعني مشكله العراق مو سيد المالكي فاعل سياسي واساسي داخل عمليه سياسيه اخي خلينا ننظر الى النظم السياسيه الاخرى خلينا ننظر الى البلدان الاخرى تصير بيناتهم صراعات بس احنا المشكله انه غسيلنا منشور على الحبل اعلام كثير قنوات كثر ميديا سوشيال لا ميديا لا والله اللي صاير يمنا ما صاير بغير دوله هسه بس خليك واللي صاير يمنا ما صاير باي نظام سياسي دعتك هذا الفرق خليك هذا يحب يحكي ذاك يكره يحكي هي انا المشكله اما في الحالات الطبيعيه في السياق الطبيعي عم السيد المالكي ما ابدا شيء استفزاز ليش هاي التسريبات طلعت قبل الجمعه ليش قبل الجمعه بيوم انا بالحج جاني واحد من اخوتنا من نواب سابقين تيار سمعني التسجيل قال اسمع اسمع هذا التسجيل مال المالكي تواصلنا يابا شنو الموضوع قالوا هذا مفبرك وهاي فبرك العميقه وكذا احنا ما متاكدين ما زلنا نقول لا يوجد تاكيد هسه السيد الصدر انفعل تفاعل من حقه واحد يحكي على واحد بهذه الطريقه يسمعها من حقه ان ينفعل او يتفاعل لكن بنفس الوقت احنا من نقول نكبر بالسيد الصدر حكمه والسيد المالكي كذلك نزل تغريده وبيان وقال يابا ترى هذه مو لي انا اقول ترى السيد المالكي متنقصه شجاعه من يقول وقضيه البداوه ترى الناس ابناء الريف كذا اكثر نقاوه واكثر حرص على البلد رجل عنده تاريخ وتاريخه محترم وكذلك السيد الصدر عنده تاريخ واثنيناتهم محترمون لكن احنا اليوم نجي نحاول انه نجعل العراق كله فقط الصراع السياسي الان القائم بس بين السيد الصدر وبين السيد المالكي هو اكو صراع صراع قديم لكن شمر على غير صفحه لا ما شمر على غير صفحه وين على بس انا اسالك سؤال يعني انا انت مو في محل السؤال لكنه انت كمختص في جانب الاعلام علي فاضل شنو غايته منو دفعه سرب هاي القضيه منو الطاب من الطاب منو دفع له من سجله منو سجل له منو قال له سرب منو علي فاضل والله اسفي 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 على العراق تديره كتل سياسيه يهزها منو؟ مهاجر شاب بسيط مهاجر بواشنطن لا شاب بسيط يهزها هز ويدفع الى حرب لا اهليه سؤال بس خليني اقول لك منو قال له دفعها
ومن تفاعل وياه؟ من هو هذا النكره؟ تفاعل وياه، شفت تغريده نكره اليوم. نكره لا شيء، لا قيمه له. انا اقول لك شنو، اولا كان يشتغل مترجم، بس انا ما اريد احكي بقضيه دعوف عم الرجال اخي، هذا مدفوع من مره ثانيه اقول لك يا اخ دعوفني يا عزيزي. انا اللي تفاجئ هنا، انا تفاجئ السيد المالك استقبل علي فاضل بالمكتب مالته، علي فاضل سجله غير انتم منكم وبيكم سجلتوا له. خليني اقول لك قضيه، اولا شخصيه المالكي شخصيه عامه، مثل ما هسه اكو بعض الشخصيات غالقه بابها، الرجل يستقبل ناس ويروحوا له عشرات مئات يوميا بطريقه وباخرى. هسه واحد سجل هنا مقطع، النوب الاخر سجل مقطع دمجين، احنا ما نعرف. انا اقول اكو قضيه، ايش عجب هسه قمنا نتفاعل ويا تسجيلات خارجيه تجينا من برا دليفري من ومن امريكا؟ عجيب، ما بدا مما عدا. مو هي امريكا العدو؟ مو هي امريكا اللي تحاول ان تبث الفرقه والفتنه لو غيرها؟ مو هي هاي الاحتلال اللي حاربناه احنا لو غيرها؟ شلون اخذ انا بشخص هو منتمي لهذه الجهه؟ هسه ما اقول يابا تنزلنا انه مو امريكا، يعني بس انتم تلعبون سياسه. لا عفوا، بس انتم تلعبون سياسه هو من المستفيد يلعب سياسه؟ سؤال سؤال. انا عندي منافس، هسه ما اقول خصم مثل ما قال زعلان، سؤال عندي منافس ولزمته جتني. سؤال هسه من المستفيد؟ من المستفيد من هذا الصراع؟ مستفيد سيد كاظمي. لا 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 يقول لك ما ادري شنو يقرا بقلب. لا والله ما له علاقه. شنو الكاظمي؟ اولا هو واحد يحاول اخر سجله ومكتبه شنو علاقته؟ لا لا سؤال، من المستفيد؟ شنو علاقته؟ لا جبالي، لا شنو علاقته يا اخي؟ هو انا شو اقول؟ من المستفيد من بقاء الوضع هكذا وعدم تشكيل حكومه؟ خل ما الكاظمي يرقص له بكفيه، خلي تبقى الامور هكذا وباقي بمنصبه، ما له علاقه، وكانه الامر مو يمه. ما شفنا لا ايضا شو همه مطالب، ليش ما يروح يسعى ومساعي؟ هو يروح يسوي توصل الامور هيك؟ لا يسوي لحد لا سؤال سؤال سؤال, سؤال هو يروح يسوي علاقه بين ايران والسعوديه؟ حاكيني بالمنطق، ما يقدر يرتب الى درجه اسمح لي اسمح لي يسوي فتنه الى درجه تصير حرب بالشوارع ويطبوا له الخضراء؟ خليني اقول لك قضيه، شو راح يستفاد؟ هو مستشار يركبون طياره ويطلعون، وين يطيرون؟ شو راح يستفاد؟ شو استفاد الكاظم الموضوع شنو؟ عنده طموح جاي يلعب بايده وبرجله حتى يعيد نفسه مره اخرى، واكو جهات سياسيه داخليه تحاول ان تروج له، واكو ناس اخذت بايده وودته لفلان وفلان، مو هذا الموضوع. استاذ علاء جماعه ذبوها براس الكاظم وعلي فاضل، تفضل استاذ علاء. لا حبيبي لا لا، شوف احنا بمعزل الساده ذبها براس هذا وذبها براس ذاك، واحنا نريد لنا شماعه ونعلق عليها الاخطاء. هي يعني شنو، من حق السيد الكاظمي انه يكون رئيس، ومن حقه ان يكون يعني يطالب بولايه ثانيه. ليش هو يعني وحد هو بدعا من باقي الوزراء؟ ليش هو السيد المالكي ما طالب بولايه ثانيه وثالثه؟ استاذ انا ما احب اقاطعك، بس والله من الخطيئه الكبرى ان يقارن السيد المالكي مع الكاظم. يا اخي هذا وين ذاك وين؟ رحمة الله لك ايش قدم منه؟ اي لا يعني لا اسمح لي اسمح لي لا 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 يعني اذا تريد اذا تريد بهذه الطريقه نتناقش. لا لا ما لا لا انا ما اريد انا ما اريد، اذا تردون انتم انا ما اريد. كمل 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 مداخلتك. اسمعني هي طيب طيب شوف حبيبي شوف، يعني احنا خلينا نكون اكثر واقعيين، دعونا من اللي سرب واللي جاب واللي حاط والكذا. اكو نقطة رئيسية جدا بالحوار، انه هذا خلاف مستحكم، اما ان يكونون بقدر المسؤوليه الوطنيه والمسؤوليه الانسانيه، وان يقعدون يتفاهمون بطريقه الحوار، يعني بحوار سياسي وليس مناكفات شخصيه او مناكفات حزبيه. يعني خلي يصيرون سياسيين ويقعدون يناقشون القضيه. اليوم لدينا حقيقه مثال، شوف الحزب الديمقراطي الكردستاني عنده مناكفات مع الاتحاد، صحيح الاتحاد الوطني، لكن بالتالي اكو حوار سياسي. هذا الحوار السياسي افضى الى انه يتنازل الاتحاد عن شيء وياخذ الديمقراطي بشيء ثاني. انا اتفق وياك يا ريت برهم صالح على سبيل المثال. لا ليش ما اتفق؟ يعني خلينا نجي للسنه، خلينا نجي للسنه، خلينا نجي للسنه دقيقه. شنو شنو يعني الان السنه؟ يعني انا اعتقد انه سيد الحلبوسي كان ذكي جدا في ان امتص الازمات، وراح قدم خطاب للسيد الخنجر وقال له تعال خلينا نقعد على طاوله واحده، وعندنا يابا مصلحه كبيره جدا، وعندنا ورانا جمهورنا، وعندنا قواعد شعبيه، وتعال القواعد الشعبيه نوحدها ونصير قوه كبيره. وبالتالي سكتوا كل الوجوه القديمه. استاذ علاء استاذ علاء اخوي استاذ علاء اخوي خلينا نحكيها طقطق اخوي. اكو دول راعيه، اكو تركيا، اكو امارات سوت هذا الاتفاق. ايران وين؟ ايران بس تحلب بينا من اصدقائها بالعراق يردون يجرون البلد الى التهلكه، ايران تبقى تتفرج. وين ايران وتاثيرها على المالكي وعلى مقتدى الصدر؟
يعني يجون يقولوا لك مثلا سلام عليكم استاذ احمد انا راح لا بدي اشوف لا لا بدي اشوف لا لا بدي اشوف تاثيرهم على الارض وين تاثيرهم على الارض وين تاثيرهم تاثير وين شنو تاثير خلي طفوا لي هاي الفتنه من باب تقول متدخلين وطالبه بينا جول ومن باب تريدهم يتدخلون بهذا الموضوع شنو يظلون يتفرجون على المالك ومقتضى الصدر الى ان يودون الى تهلكه هذا قصدي لا الطريقه اسمح لي لا لا استاذ احمد استاذ احمد اسمح لي انا اقول شنو اللي يمنع اليوم خلي يطلعون يتحاورون يسوون حوار بين الصدر وبين المالكي ويقولون شنو العوائق اللي متخليهم يسوون حوار بيناتهم او شنو حقيقه المشاكل اللي تعترض هذا الحوار حتى الناس تفتهم والقواعد تفتحن جيد مبادره جيده اما تقول لي اكو دول راعيه ليش ايران راعيه ايران راعيه للاطار خلينا نكون واقعيين ايران عندها علاقه جيده مع الاطاريين على السائده اذا مو راعيه فلديها حقيقه كلمه على الاطاريين زين وعندها يعني علاقات ممتازه منو اللي له كلمه على السيد مقتدى الصدر بالنسبه للسيد الصدر ها السيد الصدر المشكله انه السيد الصدر اكو اطراف ايضا لها كلمه على السيد الصدر يعني انت لا تنسى اليوم اعتقد انه يعني السيد حسن نصر الله وحزب الله لهم ايضا كلمه على السيد الصدر والسيد الصدر يحترم هذه الكلمات وبالتالي يمكن ان السيد حسن نصر الله من جماعه الاطار يعني اكو هي ترى السيد حسن نصر الله اكبر من هذا الوصف لا لا مو استاذ احمد ارجوك اقول لك اذا تتذكر يعني صديق الاطار اذا مقاومه حجيت عني لا تلبس لي يا سيد واريد تلبس لي يا سيد يعني محور المقاومه دكتور حيدر دكتور حيدر سيد حسن نصر الله سيد حسن نصر الله لما صار الهجوم الامريكي الغزو الامريكي على العراق في 2003 قبل الغزو سيد حسن نصر الله قال كلمه قال على المعارضه العراقيه ان تجلس مع النظام وتتفاهم وتكون اكو حوارات بيناتهم وافضل من امريكا انا اتذكر انا اتذكر انا مو هذا انا في وسط هذا العمل كنت رفت اتذكر انه كل احنا انتقدنا سيد حسن نصر الله وقلنا هذا الان صاير ويا صدام لا القضية مو الشكل اليوم أكو بعد استراتيجي بكل الحوارات صحيح. يجب أن يكون هناك تنازلات من أجل الوطن من أجل الإنسان إحنا المشكلة الآن دنحي كل هذا جانبا ونروح على قضية عاد السيد حسن نصر الله لمن يستمع السيد مقتدى الصدر حتى يقتنع ويتراضوا يا المالكي سيد لعلمك سيد مقتدى يستمع للجميع راح أقول لك شيء وسيد مقتدى ترى مو بهاي الصعوبة اللي أنت تصورها ولا يصورها الآخرين كلمة طيبة أو خل أقول كلمة لعله الجماعة ينزعجون ترى إحنا العراقيين شيء من المعيدي وخذ عباته حبيبي خل أقول لك يعني إذا كلمة طيبة تطعد مننا ويتنازل السيد المالكي قبل شوية تقول هاي سياسة ومو عشاير على السيد المالكي يروح لا يقصد الطيبة الطيبة ستتوظفه بهاي الباب تقول يا الله يقصد طيبة قلبك لا لا أقول كلمة طيبة أنا لا لا اسمح لي أنا قلت كلمة طيبة يعني أكو تنازل سياسي للطرف الاخر يابا احنا شنو الفرق بيناتنا اي المفروض هسه هذا الكلام يتوجه للسيد حيدر السيد السيد المالكي السيد المالكي يطلع بخطاب ويقول يا سيد شنو تعصبي وحكيت الحكايات انا اسف واعتذر وانت سيدنا وابن الصيدر مؤسس الحزب وتعال خلينا نبني البلد سوا المفروض قوه مروه تريد تثبتها على بصره يا اخي مو نزل بيان يعني شو يسوي مثلا بعد شو يسوي والله يترخى والله يرخى سيد الصدر والله يرخى انا ترى الصدر يقبلها يقبلها يعني يحمل جينات اهل البيت يحمل جينات اهل البيت يعني انت لا تنساها هو يحمل هذه الجينات ايضا بس هو يحمل جينات محمد باقر الصدر دقيقه هو ختام محمد الصدر عفوا استاذ علاء راح اختم دقيقه بدقيقه تفضل تفضل انا بدي اسال سؤال هنا علي فاضل طلع بسمح لي طلع تسريبات واتهم بها سيد الصدر طبعا باتهامات لا تليق لا بالسيد ولا بجمهوره ايش عجب ما صار تفاعل وياها ليش واحنا ايضا انا اقول السيد المالكي ما تنقص شجاعه يطلع ويرطب الاجواء وينتهي الموضوع لكنه ما يريد يثبت على نفسه شيء هو ما حاجي ويانان مشكله طلع السيد المالكي الان بخطاب وانا اعتقد واتوقع ورجل ابن عشائر وسياسي ومجاهد ويطلع يقول يابا انه هذا الكلام ترى هم قال مو صحيح وهم يقول له سيد يابا اذا صدر وسمعته واذا اكو دليل قدمه لكن انا ما حاكي يقدر هاي الامور تصير بس وسط هذا الزيت اللي ينصب على النار اسالك بالله مو اكو مراقصين
راقصين اكلهم ماكو داخليا وخارجيا، انت قبل قليل قلت إيه؟ يعني يسمحون ها مع الافاعي ها راقصين مع الافاعي تذكر اي إيه؟ راقصين مع الافاعي تذكرني بكلمه الحجي الحجي العامري الله يذكره بالخير ايش قال صارت من قضيه قاسم مصلح قال اكو رئيس الوزراء القادم مثل ما يريد شياطين شبل الزيدي من هو ليش ابو حجي حجي هادي أبو رئيس الوزراء القادم كما يتمنى او كما صرخ السيد شبل الزيدي ابو حسن مجاهد ولا تاريخ والرجل سياسي بالعكس شنو المشكله بس ما عندنا مشكله ماكو مشكله يعني بالعكس لا لا السيد شبل الزيدي صدري اصوله صدريه هي هاي وطلع بهذا الموقف اليوم وجهه نظره بس طلع بهذا الموقف اليوم تزامن مع تغريده السيد الصدر اللي هو صدري اكو شيء هو صدري سابق التزامن اكو شيء والله بعد هاي كل يعني خلافات داخل الإطار ختام يما شوف اكو نقطة مهمة السيد الصدر جدا ينزعج منها أي. وهي انه عندما كان يقاتل الامريكان كانوا يقولوا له انت ما تريد مصلحة الشيعة وانت ضد الشيعة وانتم بعثيين وجماعتك كلهم كذا عندما تغير الموقف الان هم ايضا يقولون انت صهيوني وانت كذا هاي التهم الخطيره اللي توجه للسيد مقتدى الصدر ولجمهور سيد الشيعة حتى اللي يتهم السيد لا ما اقصد لا من قال السيد توجه لا لا لا, لا اسمح لي ما وصلت الامور اللي يتهم السيد اسمح لي لا 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 خلت انت مو خليت اكمل لك الموضوع هذا السر في استاذ علاء ذكر حقيقه اللي انا هسه تكلمت بها استاذ علاء اللي قال من سيد حسن نصر الله وانا سمعته قال تعامل مع النظام قامت السبه العراقيين يسبوه يقول انت ما تريد مصلحتنا واذا احنا نقول على الامريكان محتلون يقولون علينا انكم بعثيون الان تغيرت الامور يعني صار تبادل بالادوار حسب المصلحه حسب رايك شنو؟ نعم تغيرت الامور انت حسب رايك شنو؟ ليش تغيرت انقلبت؟ يعني ما ليش؟ ليش؟ الطبقة السياسية جابتها أمريكا باستثناء الفصائل اللي هم أصلاً مجال الصدري حزب الدعوة صدر بيان بعدم قبوله بالاحتلال والحزب الشيوعي وجه استلم السلطة لا اسمح لي وجه رأس الاستلام السلطة دكتور غالب الدعم أستاذ العلوم والباحث في الجنس شكراً جزيلاً لك رئيس مركز ألمان للدراسات الاستراتيجية دكتور حيدر منزنشي شكراً جزيلاً لك كاتب الصحفي علاء الخطيب شكراً جزيلاً لك شكراً لكم شوفكم باكر إن شاء الله